بسم الله الرحمن الرحيم. سلم بسم الله كده وتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. سلم بسم الله كده وتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول نص من النصوص المقررة علينا في الفصل الدراسي الأول الصف الثاني الثانوي ونص من تجارب الحياة الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي زهير. أي نص في الدنيا عشان تقدر تتقنه لازم تعمل ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية كانت تعرف العصر بتاع الشاعر، العصر نفسه. هل في عصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام، هل هو في العصر الأموي، العصر العباس، العصر الحديث؟ فمهم جدا إنك تبقى عارف النص وبتتسأل عن عصر النص بتاع الشاعر. ولن تفهم، أقول تاني، ولن تستطيع أن تفهم النص إلا إذا عرفت العصر اللي فيه النص. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها عشان تفهم النص كويس، الشاعر اللي كتب النص، ايه ظروفه، ايه طبيعته، ايه ثقافته، دي مهمة جدا تعرف الشاعر. الحاجة التالتة والأخيرة انك تعرف مناسبة النص. مناسبة النص ده اتقال ليه؟ يعني لما لك ابن الرومي في العصر العباسي كتب قصيدة عشان ابنه مات، كده انا اديتك معلومات سريعة طبعا. لكن لما اتفضلك بقى كده واقول لك ايه هو العصر العباسي ومين هو ابن الرومي وابنه مات ليه وايه اللي حصل، اول ما اقول الشعر بقيت انت معايا عادي جدا، ركز، فاهم احنا بنقول ايه، حاطط الكلام في سياقه كما يقولون. بعد المعركه الاول الثلاثيه دي، المعركه الثلاثيه دي عصر الشاعر، الشاعر الموقف، تبدا معركه ثانيه بقى اللي هي معركه معاني الكلمات والافكار وتركيب الجمل اللي في النص، ان انا افهم النص واحس بالشاعر، ثم التطبيق البلاغي. تاني كده، التطبيق البلاغي. تخيلوا بقى ان كل اللي انا قلته في الاول ده كوم، والتطبيق البلاغي ده كوم تاني. يعني احنا هناخد في الحصه الاولى عصر الشاعر، الشاعر، مناسبه النص، معاني الكلمات وفهم النص. وبعدين بعد ما انت تذاكره، تذاكر النص كويس قوي تفهمه، تجيني نعمل عليه حاجه اسمها التطبيق البلاغي. يعني ايه التطبيق البلاغي ده بقى؟ دي درجات ثانويه عامه بقى لاخر كده، انك تقدر تطلع تشبيه، استعاره، تقدر تطلع المحسنات البديعيه. الدرس الجديد بقى اللي هناخده في سنه ثانيه ثانوي حاجه اسمها توريه، مراعاه النظير، الالتفات. فاحنا دايما هناخد النص كده على شقين، الشق الاولاني زي ما قلت الظروف بتاعت النص المحيطه والى اخره، الشق الثاني اللي هو تطبيق الايه؟ البلاغي. عشان تبقى انت حتى كده مرتب دماغك معايا، انا ماشي ازاي، انا ماشي بنظام. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نبدا الشق الاول اللي هناخده في الحصه دي من النص، ونبدا بالتعريف بعصر الشعر. اولا الشاعر اسمه زهير ابن ابي سلمى، والنص اسمه من تجارب الحياه. وجد هذا النص او قيل هذا النص في العصر بين قوسين الجاهلي. العصر الجاهلي نرجع ورا تقريبا 1600 سنه. عارف حاجه كده بعيده خالص عن الحضاره وعن اللي احنا عايشين له خالص. نرجع 1600 سنه حضاره ورا، مفيش لا ميه ولا كهرباء ولا الكلام اللي احنا عايشين ده، ميه في البيوت يعني ولا الكلام ده كله. حياه بسيطه للغايه. فين؟ في الجزيره العربيه، يعني مش في مصر، يعني في صحراء. الناس كانت عايشه في الخيام، الناس كانت بتعتمد على الرعي وعلى الزراعه والحروب المتبادله بينهم ليل ونهار. العصر الجاهلي ليه قلت 1600 سنة تقريبا؟ لأن الإسلام من 1450 سنة تقريبا، خلاص؟ قبله 150 سنة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب 150 سنة، هو ده العصر الجاهلي. يبقى عمر العصر الجاهلي قد إيه؟ تقريبا قرن أو قرن وإيه؟ ونصف. اللي بتسبق مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. المكان فين يا شباب؟ ها؟ في الجزيرة العربية اللي هي السعودية دلوقتي يعني. طبعا البيئة بيئة صحراوية، يعتمدون على الرعي والزراعة والماء نادر جدا. اللي بيحصل صورة قبائل، التركيبة الاجتماعية في صورة الدول ولا قبائل؟ قبائل، كل قبيلة لها شيخ بيحكمها ولها علمها المختص. ودي بقى قبيلة زبيان، دي قبيلة عبس، دي قبيلة أسد، دي قبيلة بدر، دي قبيلة مش عارف إيه. كل قبيلة لها شخص إيه يحكمها ولها عاداتها وتقاليدها. طبعا نظام القبائل ده كان ليه سموه عصر جاهلي بقى، الحته دي عشان تكونوا فاهمين الحته دي مهمه قوي. لماذا اطلق على هذا العصر عصر الجاهلي؟ مش اللي اطلق عليه طبعا اهله، لا، ده هم كانوا فاهمين هم زي الفل، العكس، هم كانوا فاهمين ان هو حلوين قوي. المسلمين بقى لما داخلوا طعام الاسلام وشافوا النور وشافوا العلم، عرفوا ان هم كانوا في ايه؟ في جاهليه. حتى سيدنا عمر بن الخطاب
عقولنا، يعني ما أشد حمق عقولنا. فليه يا عمر؟ قال كنا نصنع الصنم من العجوة نعبده فإذا جعنا أكلناه. قول إحنا كنا قوم أغبياء قوي، يعني نصنع الصنم من العجوة ونفضل نعبد فيه شوية، لو إحنا جوعنا نعمل إيه؟ ناكل إلهنا. فكل إيه الحمق ده؟ ده غير بقى الشرك وعبادة الأوثان. أنا ليه كل ده؟ أنا بقول ليه يا شباب، لماذا سمي هذا العصر العصر الإيه؟ الجاهل. كمان وقت البنات غير الشرك، ودي نصيبة. وقت البنات لعب الميسر، شرب الخمر، الحروب بالقصين لأتفه الأسباب ولأطول السنوات. يكفي إن كانت الحرب تحدث بين القبيلتين لمجرد أن ناقة قد أكلت من عشبهم، أو ناقة قد فعلت شيء، تستمر الحروب بالسنوات. يعني نظام جاهلي فعلا. كان طبعا يستعرضون القوة ويستعرضون الشجاعة في غير محلها، فكان الحروب لأتفه الأسباب، الشرك بالله، وقد البنات، الظلم الرهيب. العبد ده ما كانش ليه أي نوع من القيمة، كان ممكن السيد يقتل عبده ولا يعني يجازى على ذلك ولا يعاقب على ذلك. فكان فعلا عصر جاهلي بكل المقاييس. ده غير بقى ما فيش لا علوم ولا مدارس ولا أي حاجة خالص. فكان طبعا عصر صعب مليء بالظلم. لكن في وسط هذا الظلام وهذا السواد، ألا توجد نجوم منيرة؟ ألا يوجد شيء حلو عند العرب؟ نعم، بلى يوجد. كان يوجد أشياء جميلة عند العرب حتى هم في العصر الجاهلي، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مدحها. النبي عليه الصلاة والسلام مدح هذه الأشياء، يعني مدح الكرم عند العرب، مدح الشجاعة عند العرب. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. يعني لو كان واحد في الجاهلية وكان بيعبد صنم وآمن وبقى مسلم، ده خيركم برضه. طالما هو كان خيركم في الجاهلية برضه خيركم فين؟ في الإسلام، لأن الناس معادل. فالعصر الجاهلي كان فيه بقى نقاط مضيئة. ادينا أمثلة كده يا أستاذ للنقاط المضيئة في العصر الجاهلي. الحكمة، كان فيه منهم حكماء في وسط هذا الجهل، ومنهم النهاردة شاعرنا حكيم شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمة. عندما تقرأ شعر هذا الرجل فعلا تدرك أنه رجل كان مجرب وخبير، وكان عنده حكمة، وكان العرب بيتعلموا منه. أيضا من ضمن النقاط المضيئة في العصر الجاهلي الكرم. ما أكرم العرب؟ العرب أكرم أمة، يعني عندهم مشاهيرين. حتى لو نزلت على واحد فيهم في صحراء ولا بتاع، ولا يا سلام على الكرم بقى اللي يديهولك فهم الكرماء. وضرب المثل بحاتم الطائي في الكرم. ايضا عندهم الشجاعه، هم اهل صحراء لا يخافون شيئا، وعندهم الفروسيه، يركبون الخيول ويعرفون مهارات الحرب والقتال. لذلك لما امنوا دخلوا الاسلام كانوا من اقوى الجيوش الموجوده في المنطقه، بالاضافه الى الفراسه. ايه علم الفراسه ده؟ كان عندهم فراسه. الفراسه ديت ان انا اول ما اعرفك اعرف شخصيتك، اول ما اشوفك يعني اعرف شخصيتك، اعرف الانسان عدواني ولا انسان طيب ولا انسان احمق ولا انسان عاقل. اسمها سرعه الفهم، وسرعه الفهم حتى من الشكل. وعلم الفراسه ده طبعا علم طويل، يقرا عنه على جوجل، علم رائع طبعا، يعني بيبقى حسن البصيره يعني. فكان العرب عندهم فراسه، بالاضافه الى انهم كان عندهم النسابين. ايه النسابين دول؟ اللي بيعرفوا الانساب. يعني احنا اخر اسمنا تلاقي اسمك رباعي مثلا او خماسي، تعرف خمس بدود، محمد، علي، احمد، محمود، بس خلصت. مين بقى اللي بعد كده؟ ما اعرفش، الله اعلم. ما تعرفش انت اصلك منين ولا جدك كان جاي منين، حاجات كتيره كده تمام. انما العرب بقى تقف مع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، يقول لك انت منين؟ لو انت عيامه يعني، تقول له انا من قبيله فلان، يقول لك ابن مين؟ يقول لك بس تقول له انت ابن فلان. ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ممكن يوصل لسيدنا ادم يعني، ابن فلان ابن فلان. يفضل يرجع ورا من 20 30 اسم. سيدنا ابو بكر الصديق كان نسابة العرب، كان من اكثر الناس التي تحفظ الايه، كانش عندهم لا شهادات ميلاد بقى ولا سجل مدني ولا الكلام. فكان العرب متميزين جدا في حفظ انسابهم ومعرفه جدودهم ومعرفه تفريعات العائلات العربيه. لكن ده كوم بقى كله، كل الميزان دي كوم من الحكمه والشجاعه والكرم والفراسه والعلم بالانساب. والفصاحه كوم تاني، يعني ابرز ما تميز به العرب عن الامم كل الامم الفصاحه. كانوا يمتلكون ناصية اللغة، كانوا يعرفون كيف يكون الكلام ومتى يكون الصمت. كانوا في مسألة الفصاحة دي كانوا بيقولوا الشعر يكفي، الشعر الجاهلي بتاع امرئ القيس وبتاع لبيد بن ربيعة، وكمان حتى الشعر اللي بعديه في صدر الإسلام وفي العباسي عرب. لذلك القرآن لما نزل وحب يبين للعرب ضعفهم، حب يبين للعرب ضعفهم، ماذا فيما تحداهم؟ في الفصاحة. انتوا اقوى نقطه عندكم ايه يا عرب؟ الفصاحه. طيب قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. بس القران بيقول لهم كمان بقى، فان لم تفعلوا ولن منكن يجرؤ
للعرب مين كان يجرؤ يقول للعرب لم تستطيع أن تأتي بمثل هذا الكلام؟ والعرب أهل الفصاحة وأهل الكلام، فلذلك العرب كانوا يتميزونه بالفصاحة. ولذلك لما تدرس الشعر الجاهلي بتاعهم صحيح كلمات غريبة شوية، لكن كان عندهم منطق وعندهم فصاحة. إذن هذا العصر الجاهلي كان مليئا بالشرور والآلام، لكن أيضا كانت هناك نقاط مضيئة. فإحنا النهاردة هناخد نقطة مضيئة من هذا العصر، وهو شاعرنا مين؟ زهير ابن أبي سلمة، هو لقبه الأول كده حكيم شعراء الجاهلية. هذا الرجل زهير ابن أبي سلمة ربيع المزني. المزني دايما بتبقى تبع البلد أو تبع القبيلة، دايما آخر لقب ده لك المضري المزني القرشي، واخد بالك؟ من قبيلة مضر، خلي بالك عشان تسأل ده الكلام ده ساعات بنسأل فيه، من حقه يسأل فيه، قبيلته اسمها يا جماعة مضر. وحكيم، حكيم شعراء، أول لقب هو ليه لقبين، اللقب الأول حكيم شعراء الجاهلية، فانتبه ممكن تسأل بما لقب، هو ليه لقبين، بس اللقب الثاني أشهر اللي هنعرفه كمان شوية. قال ابن الأعرابي أحد النقاد يعني كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره، يعني الراجل ده كان عنده شعر متميز عن كل الشعراء. كان أبوه وخاله وأخته سلمة وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء، كل هؤلاء شعراء ما شاء الله، العيلة كلها شعراء، أبوه وزوج أمه وخاله وأخته وولاده، يعني بص كل عيلة شعراء كلهم. فده طبعا بيعمل نوع من إيه؟ من التميز شوية طبعا، وبيدل على إن الوراثة موجودة يعني. ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة من ديار النجد، لقب بشاعر الحوليات، اللقب التاني بقى. يعني ايه حوليات؟ نسبة الى كلمة حول، يعني ايه حول؟ الحول والعام، تؤتي اكلها كل حين، الحين قيل انه كل عام يعني، فالحول يساوي ايه يا جماعة؟ حول. طب هو كان بيعمل ايه القصيدة؟ بص بقى كان بيعمل الراجل ده غريب، يألف القصيدة في سنة، أربع شهور يألفها، وأربع شهور ينقدها، وأربع شهور يسأل أصحابه وبعدين يطلقها. كان غريب جدا، يفضل يألف مع نفسه كده في القصيدة 100 بيت بقى ولا زي ما هو ربنا يجود عليه بقى، ويفضل يألفها مع نفسه، وبعد ما يألفها على نفسه يقعد أربع شهور تاني يرددها على نفسه، ويشيل كلمة بقى، يحط كلمة، يشيل بيت، يضيف بيت، عارف بقى يعني زي اللي بيحسن في الحاجة. طب فات 8 شهور ما يقولهاش برضه، يقوم عامل إيه بقى؟ جاب مين؟ الخاصة بتوعه واصحابه المقربين، وقوم قايلهم القصيدة. ممكن حد يقول له ملحوظة، يقول فإذا استحسنها المقربون وهو الآخر استحسنها أطلقها للناس. لذلك كانت تخرج قصائده في صورة جميلة رائعة شبه خالية من الأخطاء، وكانت حكيمة فصيحة لأنه كان ينقحها ويجودها، وده يعني كان بيعمل بالمبدأ إذا عمل أحدكم عملا أن إيه؟ أن يتقن، فكان يتقن شعره. فلذلك لقب بشاعر إيه شباب؟ هاتني كده، شاعر الحوليات. اللقب ده أشهر 100 مرة من حكيم شعراء الجاهلية. وكل دي أسئلة طبعا، كل اللي بقوله ده بيتحول في النهاية لإيه يا شباب؟ لأسئلة. بما لقب ولماذا؟ بما لقب؟ لقب بشاعر الإيه؟ الحولية. طالما قال لك ولماذا، يبقى كده هنكمل بقى حتة اللي هي الأربع شهور والأربع شهور والأربع شهور. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كده تحدثنا عن حاجتين من المعركة الثلاثية اللي قلت عليها، حدثنا عن عصر الشاعر وادينا نقاط مضيئة في العصر اللي كان فيه والمساوئ اللي كانت فيه، حدثنا عن الشاعر وعرفنا قبيلته وعرفنا لقبه وعرفنا حاجات. طب تعالوا نعرف بقى الحاجة الثالثة، وهي مناسبة القصيدة. مناسبة القصيدة دي يا جماعة مناسبة جميلة، هي حلول السلام بعد طول الحرب. حصل حرب ما بين قبيلتين، قبيلة عبس وقبيلة ذبيان. كان زهير بن أبي سلمى المزني نازلا في بني مرة من ذبيان، ونشبت حرب ضروس. فمناسبة النص كما عرفنا مناسبة النص بسبب داحس والغبراء، وقعد يقتلوا لغاية بقى من اللي حصل. هما الاثنين بقى بدأ ذبيان وعبس يشعروا بالهلكة يعني، فمالوا إلى السلم، وعبس بالذات مالت الى السلام. فراح ربنا مجند لهم اثنين رحمه بقى، اللي هو الحارس رجلان هرم ابن سنان والحارس ابن عوف. دول كانوا سيدين من الاسياد في الجاهليه يعني، كان ناس اغنياء قوي. فعملوا ايه بقى الاثنين؟ الاثنين الراجلين دول تحملوا ديات القتلى. الديه اللي هو لما حد يموت قتلته خطا او قاصد بتروح تدفع فدية، فدو الأهل، لو قبلوا الفدو خلاص يبقى عفوا عنك وقبلوا الدين. بس شوف كم واحد مات بقى من هنا ومن هنا،
فحسبوا الديات لقوا 3000 ناقة. كتير 3000 ناقة كتير. مين اللي شالهم بقى؟ مين اللي دفعهم من ماله الخاص؟ الاثنين دول. قالوا خلاص احنا ندفعهم بس بشرط ان القبيلتين ايه؟ يحصل فوافقت القبيلتين وحل السلام. مين بقى اللي كان طاير بالفرحة بسبب ان السلام حل؟ زهير. فكتب هذه القصيدة في مدح السيدين. الهرم ابن سنان والحارس ابن عون. عرفنا مناسبة القصيدة. واضح ان منها ندرك ان زهير كان بيحب السلام ويكره الحرب لانه كان رجل حكيم. كمان واضح ان كان في ناس برضو زي ما كان في ناس حمقاء في ناس يعني عقلاء اللي هم هرم ابن سنان والحارس. يحكى بقى في التاريخ موقف غريب جدا كده تعرف كده من المدرسه ان الحارس ابن عوف قال خلي بالك مدح زهير للحارس والهرم وهرم ابن سنان ددلهم اكتر من 3000 ناقه. ليه بقى؟ العرب بالنسبه لهم الشعر بيمشي كده كالنار في الهشيم. يعني واحد او موقف زي ده اتخلد بقصيده شعر تلاقي الجزيره العربيه كلها بترد للشعر ده وبيحفظوا الشعر بساعتها. هم غريب العرب كان عندهم حاجه غريبه جدا. فانتشر وزاع صيد من والحارس بن عوف. والعرب عندهم المجد احلى من المال. كان هيموتوا بعض بسبب ان هم بيشيلوا فاكر حجر الاسعد؟ الاسود شفت قال لك بلا اسود فاكره؟ كان هيعملوا في بعض كان هيموتوا بعض عشان ينقلوا حجر. ده دليل على ان العرب كانوا بيحبوا الايه؟ المجد. فكان عندهم المجد دي. فهو لما مجدهم في شعره هرم ابن سنان راح قالك ايه؟ اقسم الا يسلم علي زهير الا اعطيته. بص بقى الراجل كرم بالهبل يعني يقول لك والله ده من الناس خلي بالك ده راجل كبير وراجل ليه مكانه يعني فبقول ايه؟ والله ما يسلم علي الا لما اديله. السلام عليكم يعني مش بيستغل الموقف يعني وزهير اصلا يعني مين مكانه يعني. فكان كل ما يحييه يقوم يقول اعطوه شيء اعطوه ناقه اعطوه فلوس اي حاجه بقى. فكان يعمل ايه بقى؟ اسمع كان يعمل ايه بقى؟ كان يعمل ايه بقى؟ التمس حيلة كلما رآه وقف في وسط الناس يعني يقول له ايه؟ السلام عليكم الا خيركم ويسميه يعني انا بسلم عليكم الا مين؟ الا مين؟ خيركم اللي هو مين يعني؟ هرم ابن سنان. وكده استثناء من الايه؟ من السلام حتى لا عشان يخفف شويه اللي هو الايه؟ العطاء. يعني هو موقف بسيط وموقف ممكن يكون مضحك شويه بالنسبه لنا يعني في العصر ده، لكن ده بيدل على مدى اهتمام العرب بالشعر ومدى حبهم للشعراء ومدى اثر الشعر فيهم وفي من حولهم. ده بالنسبه لمناسبه مصر. يبقى كده يا شباب عرفنا كم حاجه. العصر بتاع الشعر وعرفنا الشاعر نفسه خدنا فكرة عنه وقابلته وعرفنا المناسبة بتاعت مين؟ بتاعت القصيدة. تعالوا بقى كده بقى ممكن نقرأ النص وندخل النص ونفهم النص إن شاء الله رب العالمين. دراسة خلي بالكم الهدف من النص طبعا مش ده النص الكامل. النص الكامل تلاقيه بتاع فوق الميت بيت. احنا هنا مختين من النص مقتطفات اللي هي تنفع الطالب. هل ينفع الطالب المدح بقى والكلام ده؟ لا. اللي جمع النص جمع الأبيات التي فيها الحكمة. عارف زي ما تخش على صفحة كده على جوجل ولا حاجة فيها مجموعة من الحكم والأقوال للسابقين سنتعلم الآن وما علم الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول يا أولاد ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واحد أوتي صحة والتاني أوتي علما والتالت أوتي مالا والرابع أوتي سلطة والخامس أوتي حكمة. الوحيد اللي مدحه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى في الآية ومن يؤت الإيه فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة بقى الحكمة تدبر الأمور وتعقلها. الحكمة أن تضع الأمور في موضعها. الحكمة في أني مثلا أضرب لك مثل أني لقيت خناقة شكلة وصاحبي بيتخانق
فانت شايف من الشجاعة انك تروح تمجد صاحبك وتتخانق معاه، بس الحكمة بتقول انك تعرف الاول ايه سبب الخناقة. ما جايش صاحبك ده ظالم، ما جايش صاحبك ده جايز انت يا سيدي مظلوم، بس انت ما عندكش القدرة انك تنجده، مش كده ولا لا؟ فمن الحكمة ان افكر في الامر، لكن عدم الحكمة ايه؟ ان انطلق حسب العادات والتقاليد ولا افكر في الامر. ده اسمه ايه بقى اللي بينطلق بدون تفكير؟ اسمه ايه بقى؟ سفيه طائش. لكن اللي بيفكر في الامر شوية جبان، ده جبان، ده عين ندل، ولا عين بيفكر، ولا راجل شاب بيفكر في الامور. ده انا بضرب مثل بسيط. اذا اهل الحكمة هم الذين عندهم تجارب وخبرات ويرون الاشياء بطريقه غير التي يراها الناس. وان راى الناس كلها، الناس كلها راوا هذا الامر بشكل، فهم يرونه بايه؟ بشكل اخر، لان لديهم ايه؟ خبره وتجربه وحكمه. طب كيف تكتسب الحكمه؟ بطريقه ايه؟ اما بالتجربه، ان انا امر بموقف يستفيد والأذكى الحكمة. من حكمة عن طريق ايه؟ الطريقة التانية قلت لك، من تجارب الايه؟ الآخرين، أو حكمة من الآخرين. تعال نسمع بيقول لنا ايه زهير النص للدراسة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لكنني عن علم ما في غد عمي. ومن يجعل المعروف دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم. اشتمي يعني مكسورة كده عشان البيت يعني. ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها على الناس تخفى تعلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. حكم متفرقة، لكن من حكمة الشاعر إنه ما بدأش بالحكم، ده بدأ بالحديث عن نفسه أولا. اسمع ماذا قال عن نفسه وهتعرف حكمته في إيه. سئمت تكاليف الحياة. سئم فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل. أنا مش بعرف، أنا بس بحاول أفك لك الجمل عشان تفهم تركيب الجمل. سئم أنا فعل، والتاء تاء الفاعل. التاء دي بتتحرك بثلاث حركات، لو اتضمت تبقى تاء المتكلم، ولو اتفتحت تبقى تاء المخاطب، ولو اتكسرت تبقى تاء المخاطبة. يعني سئمت يبقى أنا، سئمت يبقى انت الولد الراجل يعني، سئمتي يبقى البنت بتتحط تحتها كسره مش بتتكتب يعني. فهو قال ايه هنا؟ سئمت. طب افرض التاء دي ما خدتش اي حركه، تبقى ساكنه تبقى للتانيث. اللي هو يعني يعتبر شيخوخه بقى، اللي هو الانسان بقى خلاص مش، والامراض بتكثر ويبدا بقى يعاني من الشيخوخه والهرم وفقد السمع وبصر قليل، اللي هو ارزل العمر بقى. فعشان كده يقول لك هو بيعلي لو ومن يعيش 80 حولا، حولا يعني عاما، يعني الراجل ده عنده كم سنه؟ خلي بالك دي اشاره مهمه، 80 سنه. ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأل.
هذا مل الشاب عاش طويلا ما في الحياة لك دي حاجة اسمها أولاد كده لازمة لغوية لازمة احنا بنقولها في العامية واحنا بنتكلم ايه واحنا بنتكلم ليه واخد بالك فاهم انت ازاي خليك معايا عارف ايه الكلام اللي احنا بنقوله في وسط الكلام كده فجملة لا أبا لك دي كانت بتتقال قوي في الجاهلية كتير يعني يقول له ايه يا اخي ده هو اللي عمل لا أبا لك ده لا أبا لك دي يعني ايه يعني فقدت أباك هو بالهزار مش بالجد بيدعو عليه بفقد الأب أو إنه مفقود الأب كنوع من الدعاء اللي غرضه جذب الانتباه ونوع من زي ما نقول يعني هزار يعني هزار بالكلام يعني تودد بالكلام يعني فدي اسمها جملة اعتراضية ولا تاني لا أبا لك أي ليس لك إيه أب على سبيل أنه إيه مات أو على سبيل أنك مجهول الأب لا يعلم لك أب ولكن ليس الغرض من هذه الجملة الدعاء عليه أو الدعاء على أبيه أو ذمه أو شتمه وإنما هي كانت لازمة لغوية تتكرر مع مين مع العرب كثيرا فهمنا يعني لا أبا لك دي بقى جملة اعتراضية للتنبيه طب إيه اللي استفدت يا أستاذ اللي الراجل زهقان من الحياة لأنه عاش طويل مش كده لا بس أنا استفدت مهمة بقى حاجة مهمة إنه عاش كام سنة يعني الراجل ده شاف الحياة يعني أنا كده أقعد جنبه أسمع بقى شو لك ده الراجل كبير اسمعه مش كده إذا ده يديني إحساس بين اللي هيقوله حكمة ولا لأ هو يمهد لقول الحكم بص البيت اللي بعدي بقى كل واحد يقول لك إيه 86 سنة إيه ده تلاقيه خلاص بقى فقد الوعي وجاله زهايمر وقال لك لا لا خلي بالك يا عم اصبر اصبر يا عم قال لك بص بيقول ايه واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي انا فايق وعارف كويس اللي بيدور حواليا ما جاليش يعني عدم الوعي بتاع الشيخوخه لا انا لسه عقلي فين وكمان الامس انا لسه ما جانيش زهايمر بلغتنا الحديثه يعني انا ذاكرتي قويه وعقلي قوي وما اعرفش ايه اللي في بكره طب ايه اللي من لا ده بيقول كده انا راجل عاقل وحكيم عمري ما تدخلت في الغيب ولا اطلعت عليه انا صادق معاه فقلت اي حد هيتكلم في الغيب اعرف انه كذاب لان ربنا حسنه وقال لا يعلم الغيب الا الله لقيت بقى مش عارف حد برج الميزان هيحصل له ايه وبرج العقرب هيموت فين كل الكلام ده كلام فارغ البرامج اللي بتيجي في التلفزيون والفنجال ومش عارف الكف والكوتشينه كل الكلام ده كلام فارغ اي حد بيمارسه او بيعمله اعلم وتاكد انه كذاب ونصاب يبقى الراجل ده بيقول انا صادق ولا لا اذا هذا الرجل يقول انا صاحب خبره طويله لاني عشت طويلا هذا الرجل يقول ان عقلي ما زال واعيا وان ذاكرتي ما زالت قويه واني صادق معكم لا ادعي انني اعلم الايه الغيب يبقى في الجاهليه خلي بالك يا جماعه لكن لما تركزوا كده مع الجاهليات ممكن احسن مننا في الجاهليه ما كانوش مفيش حد بيدعي الغيب او من الحكمه يبقى مهدنا بقبول الحكمه ولا لا منه يبقى بما مهد انه عاش طويلا وان عقله قوي وان ذاكرته قويه وانه لا يتكلم في امور الايه الغيب فهو رجل صادق يبدا بقى يديك الحكمه الاولى لما يجي واحد يقول لي ايه ساعات والله كده استاذ انصحني انا بحب الشباب دي قوي ليه بقى هو مش هيخسر حاجه هو عايز يستفيد فبيقول للكبير مش شرط يقول لي انا يقول لي اي حد كبير يحس ان هو كده ليه مكان يعني ليه اكبر منه وراجل عاقل كده يقول له ايه تنصحني بايه في الشغل ولا هقول لك تنصحك بايه في الشغل ولا في التعليم ولا في الجواز ولا في ايه بالظبط تنصحك بايه تنصحني بايه في الحياه عموما يعني اول حاجه مهمه كده عشان شخصيتي تطلع قويه وعشان اتجنب كتير من الاخطاء بص بينصحنا بايه ومن يجعل المعروف أول نصيحة من يجعل المعروف دون عرضه يسره هفهمك معنى الكلمات دي ومن لا يتقي الشتم يشتمي يعني يجعل المعروف قلنا أسلوب شرط وأسلوب الشرط جميل جدا في الإقناع أسلوب الشرط عبارة عن يا أولاد من يذاكر ينجح عندي أداة الشرط وعندي فعل الشرط وعندي جواب إيه شرط فين أداة الشرط هنا شباب من فين فعل الشرط يا شباب يجعل المعروف مش كده اللي هيحصل بقى ومن يجعل المعروف دون عرضه اللي هيحصل يسر يعني يسر دي يحمي يسر في اللغه العربيه بمعنى يحمي او يصوم طب يعني ايه الجمله المعروف يعني ايه على انت بقى الجمله نفصصها بقى نفككها بقى يعني ايه معروف المعروف هو كل خير تفعله ماديا او معنويا للناس كل حاجه حلوه بتعملها للناس ابتسامتك في وجه اخيك معروف لو لقيت واحد خايف وكئيب ومحزون وقعدت تقول له مالك وخليته يضحك ده معروف
لو لقيت واحد غلبان ومش قادر واديته فلوس عشان يتحمل الحياة ده معروف. كل لو حد عليه دين وانت اجلته له معلش هاته كمان شوية ده معروف. اذا المعروف هو ايه؟ بذل الخير للناس ماديا او ايه يا شباب؟ بمجرد كلمة برضو ده معروف. طب اللي بيعمل المعروف ده بقى اسمع بقول لك ايه؟ دون عرضه. كلمة دون دي في اللغة العربية كلمة عجيبة جدا. بتيجي بثلاث معاني. المعنى الأول ممكن تيجي بمعنى أقل. لك هذا دون المستوى. يعني دون المستوى دي؟ أقل من المستوى. وممكن تيجي بمعنى غير. لا أعبد دون الله. يعني لا أعبد غير الله. وممكن تيجي بمعنى معنى غريب جدا أمام. وقفت دون الباب. وقفت دونه. يعني هنا بقى؟ وقفت أمامه. طب هنا بقى. ومن يجعل المعروفة أقل من عرضه تمشيش صح. ما تجيش بمعنى أقل. طب تيجي معنى غير؟ من يجعل المعروفة غير عرضي؟ ما تجيش. يبقى ما عادش إلا معنى واحد. إن دون هنا بمعنى يا شباب أمام. ومن يجعل المعروفة أمام عرضي. طب يعني إيه؟ إيه هو العرض؟ كرامة، سمعة طيبة، كرامتك وسمعتك وسيرتك بين الناس دي عرضك. طب لما أنت تعمل المعروف إيه اللي يحصل؟ يقف المعروف بينك وبين الناس، يقوم الناس اللي جاية تهاجمك تشوف المعروف بتاعك يقوم المعروف يحميك. يجي حد يشتمك تلاقي الناس بتدافع عنك. فهمت يعني دون بقى؟ يبقى كأنها استعارة جميلة، كأنه يعني صورة يعني. وقف المعروف دون عرضي. يعني ايه؟ يعني وقف المعروف أمام عرضي فحماه. فإذا صوب إلي من شامت أو حاقد جدار المعروف يمنع الكلام أن يصل إلى عرضي فالناس يدافعون عني. بل إن الشامت والحاقد عندما يرى معروفي يسكت ولا يشمت ولا يحقد. فالمعروف دائما لك ستارا عن أذى الناس. فهمت يعني دون بقى؟ فهمت يعني يفره؟ يبقى أنت عشان تبقى لك سمعة في البلد، يبقى لك كرامة في البلد، أول ما تيجي سيرتك الناس تقول لا ده فلان ده 10 على 10. إيه الطريقة؟ النفاق؟ ما ينفعش. النفاق هتتكشف. امال ايه الطريقه؟ البلطجه وانا خوف الناس. ما ينفعش الناس تقرأك وفي غيبتك. الحاجه الوحيده اللي تخلي الكل يجيب سيرتك بالخير انك تعمل لهم المعروف، انك تبقى جدع معاهم، انك تساعد الناس. هيوعد لك الكلام ده كله زي ما بيقولوا صح. ومن يجعل المعروف ها دون عرضه ايه اللي هيحصل؟ يفره. الجمله الثانيه بقى، الحكمه الثانيه بقى، ومن لا يتقي الشتم يشتم. العكس بقى، الانسان اللي بيشتم الناس، الانسان اللي بيغتاب في الناس ايه اللي هيحصل؟ زي ما بيشتم هيتشتم. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا قال لي ومن اكبر الكبائر ان يسب الرجل اباه وامه. فقال يا رسول الله كيف يسب الرجل اباه وامه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل اباه وامه. ودي بقى بينا للاسف الشديد يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا. الكلام ده يا جماعه ليس من الاسلام وليس من اي دين. يقول ان احنا نشتم بعض واهالينا كلام حرام شرعا. إذن أول حاجة، أول نصيحة لك أنت ولك أنت، أول نصيحة أنك تعمل إيه؟ ابذل الخير وافعله للناس فيكون ذلك حاميا لعرضك ومرؤتك. يقول لك مكانة. طب وتاني حاجة، ومن يكن ذا فضل. عكسه بقى، عكس الراجل ده. يأكل إيه؟ يكون على فكرة، بس حصل لها تخفيض يعني. كانت يكون وبعدين لما اتجزمت هي فعل أجوف. فعل أجوف يعني إيه يا شباب؟ يعني وسط حرف علم. نتعلم بقى المصطلح ده. انا مش عايز ادوش دماغكم بالنحو، بس ايه اللي بعرف اشاور لها دلوقتي بشاور لها. الاجوف في اللغه العربيه كل فعل وسط حرف علم، مضارع وسط ايه؟ حرف علم او ماضي، بس احنا اللي بيتحذف منه مين؟ المضارع. طب لما يجي الجزم بقى يقول، لما نيجي نجزمه نقول ايه يا شباب؟ ها، يقول، يبيع، يبع، يصوم، يصوم، يكون. اذا يكون دي كانت من الجزمت، مش فيه دي فعل الشرط. ومن يكو أداة شرط من، دي أداة شرط جازمة. يبقى يكو ده فعل مضارع ماله؟ مجزوم. حذف وسطه لعدم التقاء ايه؟ ساكنين. ثم حذفت النون منه للتخفيف. يعني تحذف منه كم حاجة؟ حرف العلة لعدم التقاء ساكنين، وحذفت النون منه للتخفيف عشان الوزن. ده حتى في القرآن موجودة أكو. أكو الحافظ كنا عارف ستنا مريم كانت بتقول ايه؟ ولم أكو، ولم أكو بغية. أكو أكون يعني. فهمنا يعني ايه من يكو دي؟ بس خلي بالك من يكو دي شغاله، بترفع المبتدا وتنصب الخبر عادي. يعني من يكو هو ذا خبر يكن منصوب وعلامه نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه. ذا يعني ايه؟ صاحب. ومن يكو صاحب فضل. يبقى فهمناها يا شباب ديت؟ طب فضل يعني ايه؟ زياده وفائض. ف
في ناس عايش على قدها، وفي ناس مش لاقيه تعيش ومش مكفي اللي عندها، وفي ناس عندها زيادة عن احتياجاتها كتير. يبقى بيصرف في الشهر 15,000 ولا 20 ومعقل توم 30-40 مرة. ده اسمه ايه بقى كده؟ اصبح اسمه ايه كده؟ ذا فضل. ذا الفضل ده بقى، ذو الفضل ده المفروض يعمل ايه؟ يبذل ويعطي ويساعد. طب لو بخل؟ اهو بقول لك اهو، ومن يكو ذا فضل ويبخل، ومن يكو ذا فضل ويبخل بفضله على قومه، اللي يحصل اول حاجة يستغنى عنه. تلاقي الناس مش عايزاه ولا تروح له ولا تقصد بابه. يستغنى ايه؟ يلاقي اللي يغنى عنه، يستغنى عنه. بس تلاحظ كلمة يستغنى محطوط فيها حرف العلة ولا متشال؟ متشال، اصل دي جواب الشرط. ما هو من يكو ايه اللي هيحصل؟ يستغنى. فيكو دي فعل مضارع مجزوم، جواب الشرط بتاعه ماله برضه يا شباب؟ ها؟ مجزوم، واللي اخره حرف عله بيبقى مجزوم بحذف الايه؟ العله. انا بدي اشارات نحو، مش بشرح نحو يا جماعه، النحو انا بشرحه من الاول خالص تاني زي ما قلت لكم. انا بدي اشارات نحويه سريعه لمناسبه للبيت بس، اللي مش فاهمها مش مشكله يسمع بس مني. يستغنى عنه، ادي واحده، لا يقصده احد ويذمم. مش يستغنى عنه بس، ده ما تجيش سيرته في حته لما ايه؟ الا يتشتم. انما الثاني ما تجيش سيرته في حته لما ايه؟ الا يتمدح. لذلك كله الانسان سيره، يعني في مجتمعنا كده البسط لك ده الانسان سيره. اول ما تيجي فلان تلاقي الناس قعدت تمدح. في ناس تانية اول ما اعوذ بالله، ده من عاجل بشرى المؤمن يا اولاد، من عاجل بشرى المؤمن الثناء الحسن. لو لقيت ناس بتثني على رجل ثناء حسنا وهو اهل له بانه طيب، مش منافق يعني، بانه طيب وانه خير، وان ده من عاجل بشرى، ده يعتبر كده ان شاء الله من اهل الجنه يعني، ان ختم له من خير يعني. طيب يا عم يبقى كده ما بين البيتين مقابله صح؟ الاولاني بيبذل المعروف والناس بتحبه صح، انما الثاني بيبخل والناس بتايه؟ بتكرهه. يبقى جاب الاثنين ورا بعض عشان يوضحه. طب الحكمه الثالثه، ومن هاب واضح انه معتمد على اسلوب الشرط كله يا جماعه. بصوا من ومن هاب يعني خاف اسباب المنايا ينلنه. اللي بيخاف من اسباب المنايا، خايف كل شهرين ثلاثه رايح يعمل الدكتور ويعمل تحاليل ويعمل اشعاعات، اصله خايف يطلع عنده حاجه، وما بيطلعش عنده حاجه وبيموت برضه، موت في حادثه، ايه المشكله يعني؟ من هاب اسباب المنايا، حصلت حرب يقوم يحاول يبعد عن الجيش عشان ما يموتش، تلاقي هو ماشي برضه ممكن عربه تخبطه يموت برضه. من هاب اسباب المنايا ها ينلنه. نعم المنايا اللي هي المنه؟ لا 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 الموت. اسمع عليك، المنايا جمع المنيه وهي الموت، في المنى ومفردها منية وهي الأماني، وفي المنن ومفردها منة وهي العطاء. في فرق ما بين الكلمتين وشكل بعض، لكن المنايا هنا مفردها ايه؟ منية، من مفتوحة ولي على شدة، دي اللي هو الموت. المنية لاقى منيته يعني ايه؟ مات يعني. يبقى من هاب أسباب المنايا، ايه أسباب المنايا؟ المرض، الحوادث، الحرب، القتال، القتل، دي أسباب المنايا. اللي خاف منها اللي يحصل حينول. طب بالله عليك لما انت عارف ينلنه يعني هتحصل له، هتحصل له مش كده؟ تخاف ليه بقى؟ ما هو كده كده انا هموت، تخاف ليه بقى؟ خلاص اعيش حياته لما الموت يجي. انا اخاف امتى؟ لو الخوف ده هينجيني من الموت اخاف وازود الخوف شويه عشان انجو منه. لما اخاف من الفشل هعمل ايه؟ هروح اسيب. طب لما اخاف من الموت والله لو عملت ايه؟ هتموت. ولو كنتم في بروج مشيدة. لو تفتكروا مايكل جاكسون كان بيعمل ايه علشان يعيش فتره اطول في حياته؟ كان منقي الهواء بتاع البيت، كان طقم دكاتره كده عنده ليل ونهار، وفي الاخر ايه؟ فرعون. كل واحد كان فاكر ايه؟ قارون. فلذلك اسمع بقى، ان النهو دي متكونه من ايه؟ كلمه يا النهو دي كتبوا بقى ينل زائد نا زائد هاء. ومن هاب اسباب المنايا ينل، ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه. نون النسوه ده هي العيله على المنايا، وتتعرض فاعل. انا بفكك لك الكلام عشان تفهمه. ينلناه مكونه من ايه؟ من فعل وايه يا شباب؟ وكمان الهاء ده هي مفعول به، عيله على مين؟ على اللي بيخاف ده. ايه ده يا استاذ؟ يعني ينلناه كلمه ولا جمله؟ جمله. تخيل بقى، لأن النهو دي عبارة عن إيه؟ جملة مكونة
من ينا الفاعل ونون النسوة الفاعل والهاء يا شباب مفعول جملة كم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. خلاص أسلوب الشرط الأولاني خلص، من هاب ينلنه، بدأ أسلوب الشرط الثاني بس مش أداته إن بقى أداته من بقى أداته إن وإن يرقى، يرقى ده بعد الشرط برضه، وإن دي أداة شرط جازمة، وإن يرقى فعل مجزوم بحسب العلم، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، حتى ولو كان طلع وجاب سلم وطلع على السماء عشان يهرب من الأرض دي برضه هيموت. فهمنا يعني أسباب السماء؟ أي الأسباب التي تؤدي إلى الإيه؟ في حفال ما بين أسباب المنايا وأسباب السماء. أسباب المنايا هي كل ما يؤدي إلى الموت من مرض وغير ذلك. أسباب السماء هي كل ما يؤدي إلى السماء من طائرة بقى، صاروخ، رائد فضاء، سلم هيبني، أي حاجة بقى. نعم. لا لا فهمتك فهمت، بس محذوف من الثاني. ما انا لسه هتكلم اهو، انا جبت فعل الشرط، اداه شرط مين؟ ان يرقى اسباب السماء بسلامي، صح كده؟ فين جواب الشرط بقى؟ محذوف يفسره ما قبله، يعني برضو ان يرقى اسباب السماء بسلامي ها ينلنا. فهمنا يا شباب؟ يبقى اسباب السماء يعني بروج السماء والسلم الذي يبني سيبني، معناها ايه؟ تستفيد كده من ايه؟ طب هو علمك في الاولانيه انك تكون ايه؟ صاحب معروف وما تبخلش وتبقى كريم وتساعد الناس وتبقى كويس ومش صح؟ ومتاثر كمان بالهرم ابن سنان والحارس بن عوف، مش هم ساعدوا الناس وكانوا اصحاب فضل والناس كلها صح؟ طيب يبقى هو بينصحك ايه في الثانيه في دي؟ تكون شجاع، عيش شجاع، ما تعيش جبان، ما تخافش من حاجه، عمرك زي ما بيقولوا الرب واحد والعمر واحد. طب كمان ما فيش علاقه؟ لا ازاي يعني ايه؟ استنى استنى، لا يحاول يهرب من الموت بانه يطلع في السماء، هو دي عايز يقول كده، يعني مهما تعمل الموت وراك، حتى لو حاولت تطلع بره الارض برضه الموت وراك. اللي بعدها بيقول ايه بقى؟ ومن يجعل المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليه ويذم ويندم. ايه ده يا استاذ؟ ورجع للمعروف ليه؟ ده عدم ترتيب افكارنا، انه بيتكلم في فكره ثم يقطعها ثم يعود ايه؟ ودي على فكره عاده الشعراء الجاهليين، ان هم ما عندهمش ترتيب في الافكار، ده عادتهم ان هم ما فيش كده منطق. فبقول ايه بقى حاجه تاني؟ وانت بتعمل المعروف، كانه بيقول لك ايه؟ نسيت اقول لك، وانت بتعمل المعروف اعمله في اهله. يعني ايه اهله بقى؟ يعني من يستحقه؟ مين بقى اللي يستحقه؟ الناس اللي بجد تستحق المعروف. طب مين يستحق المعروف؟ المحتاج فعلا. كلمه فعلا دي مهمه وليس شكلا، المحتاج فعلا، او التقي اللي انت عايز تحافظ على دينه وايمانه من الفقر. يعني لما تيجي تبذل معروف معاك فلوس عايز تطلعها، ضرب مثل بسيط خالص، في ناس بقى عاطفيين جدا، اول ما يلاقي حد في الشارع، لا لا بيمشي في الشارع دول الدنيا يا عمه، تقوم انت بتدينه، انت بتدمره، انت كده بتدمره. هتقول لي ما هو مدمر يا استاذ، ما يعمل ياكل ويشرب منين؟ دي قصه ثانيه نبقى نعالجها بطريقه ثانيه. لكن كوني ادي لطفل في الشارع فلوس انا كده خلاص قضيت عليه. خلق والله العظيم لو جبت، لو علمته 100 صنعه، صنعه مين يا عم؟ انا طبعا الشحاته احلى واسهل واوفر بكتير، انا لسه هتعلم واعمل، ده انا ما بدي ايدي باخد فلوس. كمان من قلت عنده الكرامه؟ مفيش كرامه. وفي حين ان الناس الثانيه اللي مستحقه قافله على نفسها عشان بتستحي تطلب، والناس البجحه اللي في الشارع اللي كل يوم تروح لها 300 400 جنيه، ده على اقل واجب، ده اقل واجب. ده امر بقول لك خلاص. اذا هل عمل المعروف عاطفه بالعقل؟ لا، عمل المعروف يا جماعه لابد ان تبحث عن اهل المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ لا ياكل طعامك الا تقي. يعني لما تيجي تعمل حاجه وعايز تعزم الناس، شوف الاتقياء، الانقياء، لمهم حواليك عشان تحافظ على دينهم. وبالتالي انت لما تكرم واحد ما يتكرمش، واحد لئيم، ايه اللي يحصل؟ يذمك، يذمك، يشتمك، اتق شر من احسنت اليه. ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. ان انت اصحابك، في اصحابك، في واحد تكرمه يفضل عايز يرد لك الجميل طول عمره. وفي واحد تعمل معاه الخير تلاقي اندى الخلق الله، ومعاك ومعاك معاك، مع ان انت لسه مطلعه من مصيبه. فانتوا عارفينهم طبعا. فهو بص يا شباب، بص يا شباب، لما تعمل خلق الهزار غير الجانب، لما تعمل خير
اسمع بقى وبعدين اتنقل لموضوع تاني خالص. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. بتكلم عن الغربة. لو انت في اي مكان غريب، مكان غريب، ولو حتى اي درس اول مرة تروح، وبلد اول مرة تروح، خلي بالك ما تصاحبش حد بسرعة ولا تطمن لحد بسرعة، لان بيقولوا الغريب اعمى ولو كان بصير. ما تقولش لا 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 انا عارف كل حاجة، لا لا ده انا ذكائي. انت تواجد طالما وجدت في مكان غريب انت في حالة ضعف. تقوم تعمل ايه؟ تهدى كده وتركز في اللي حواليك وتشغل عقلك كويس وما تشتغلش كأنك في بلدك لغاية ما تتكشف لك الايه؟ الامور. فدي حكمة خليها معاك لأيام احتياجك. في اي مكان في غربة خلي بالك انت ممكن تحسب العدو ايه؟ صديق. فخلي بالك. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. يساعد دي عادية كلنا عارفين. اللي ما بيكرمش نفسه الناس مش هتكرمه. واحد مهين، واحد مهزأ، خلاص عادي ان الناس تهزأ. وما احلى بيت بقى انا بحبه بصراحة اللي جاي ده بقى. ومهما تكن، مهما دي برضو قدرت شرط يا ولاد زي من كنت بتاع، بس للشمول العموم يعني. مهما تكن عند امرئ من خليقتك، خليقة على صفر، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لو فيك صفة انسى انك تقدر تخفى على الناس، كده كده الناس هيعرفوها. لو فيك صفة البخل، طبعا ما فيش حد بيحب الناس تعرف عنه انه بخيل، هيجي موقف هيبين بخلك. لو انت انسان كذاب وفيك صفة الكذب، هتبص تلاقي يجي موقف يكشف انك كذاب. فانسى. لو انت كريم وطيب بس ما بتحبش تقول صفاتك، يعني مش من الهبل، برضو الناس هتقل. اذا لما كده كده صفاتي هتتعرف، يبقى اعمل ايه؟ احاول انقي الشوائب عشان ما تتعرفش، واحاول انمي الحاجات الجميلة عشان كده كده هتتعرف، عشان انسى انك تقدر تضحك على الناس. قد تستطيع خداع بعض الناس بعض الوقت، لكنك ابدا لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. فعشان كده ايه؟ احترم نفسك كده وشوف الصفات الوحشة اللي فيك، وحاول ايه؟ تصلحها لانها هتتعرف، وتشوف الصفات الحلوة اللي فيك تزود. اخيرا 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 لسان الفتى نصف. نصك في لسان. طول ما انت قاعد كده انا شايفك، ما اعرفكش. اول ما تتكلم بحطك في حته معينه، وانا كمان طول ما انا ساكت انت حاططني في حته معينه. اول ما اتكلم بتنقل، يتنقل الى اعلى، يتنقل الى اسفل. ده حقيقه يا شباب. اوعى تفكر ان كلامك عادي. يعني انا لو سمعت حد عمال يسيب الدين ويشتم ويعمل ويسوي، هقول عليه واد قوي بقى، واد جامد بقى، وما فيش حد. واحد تاني، اسمعوا يا شباب، واحد تاني بيتكلم بالخير وبالحسنى، احبه. فالكلام عنوان. فلذلك بقول لك لسان الفتى ايه؟ ها؟ نصفه. والنصف التاني فؤاد. الفؤاد مش بالقلب يا جماعه، الفؤاد معناه القلب مش كده؟ لكن اعلم ان العرب تستخدم القلب دائما بمعنى العقل. دايما العرب بتستخدم القلوب بمعنى الايه؟ حتى ربنا في القران بيقول لك افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ يعني الاقفال على القلوب اللي هي اداه الفهم يعني. يعني القران دائما يتحدث عن القلب انه اداه من ادوات الايه؟ الفهم والمعرفه. فبيقول لك النصف الثاني بتاعك عقلك مش جسمك. على فكره دي حكمه. هو فاهم بيقول ايه؟ طلبه كتير جدا او شباب كتير جدا يهتموا قوي بالجسم، بان هو يلعب رياضه، بان هو يروح الجيم، بان هو مش يهتم جدا بمساله الجسم جدا. على فكره مش وحش، لا 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 لا، العقل السليم في الجسم السليم، لا 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 لا، مش عايزين نسفه كل حاجه. بس لما تزيد الموضوع ويبقى الغايه كلها الجسد، لا ده الجسد بلا لسان فصيح وعقل ذكي ليس الا شويه لحم ودم اهو. فلم يبق الا صوره الايه؟ ها؟ اللحم والدم. لا مانع بان نحترم اجسادنا ونعطيها حقنا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وان لبدنك عليك ايه؟ حقا. يعني حق البدن محفوظ. لكن انا هو بيتكلم عن مين؟ المبالغين في حق البدن، الذين يجرون وراء كل ما يفيد الايه؟ البدن. بيقولوا لا، خلي بالك، انت لست انسانا ببدنك. فالحيوان له بدن، والنبات له بدن، والجماد له بدن. أنت إنسان بشيئين، بلسانك وعقلك. فليس له لسان سواك، لا يعبر بهذه الفصاحة والطلاقة سواك.
وليس له عقل وفؤاد يفكر ويعني يصنف الأشياء إلا أنت أيها الإنسان. فالإنسان إنسان بلسانه وبإيه شباب وبعقل. فلذلك الشاعر هنا حكيم نصحنا بالبذل المعروف، نصحنا بالبعد عن البخل، نصحنا بالشجاعة والإقبال على الحياة، نصحنا بتجنب الشتم حتى لا نشتم، نصحنا بألا نفعل المعروف في غير أهله لأننا سنجني ندما وسنجني حسرة على ما فعلناه مع هؤلاء الذين لا يستحقون. ومهما واعلم أنه مهما كان عندك من صفات فإن الناس سوف يعرفونها. وأخيرا لا تهتم ببدنك فقط، بل اهتم أيضا بفصاحتك وبكلامك، واهتم أيضا بعقلك وثقافتك وحكمة. فعلا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عرفنا يا شباب أربع حاجات تقريبا: عصر الشعر، عرفنا الشعر، عرفنا مناسبة النص، عرفنا النص كأفكار كمعاني كلمات كتركيب جمل، لكن عرفنا أن الطاغي علينا أسلوب الشرط. لو تلاحظ من إن كذا مهما كذا، أسلوب الشرط معروف أنه من أكثر الأساليب إقناعا. يعني ده سؤال مشهور جدا بيجي يقول لك: لماذا أكثر الشاعر من استخدام أسلوب الشرط؟ تقول له: لأنه يضع المشكلة أو يضع القضية ونتيجتها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم معظم أحاديثه تلاقي فيه أحاديث كثيرة جدا من النبي من النبي صلى الله عليه وسلم دائما أو كثيرا يعني يستخدم أسلوب يا شباب الشرط، لأنه من أكثر أساليب إقناع. انتبه للإجابة، لأنه من أكثر الأساليب يا شباب إقناع. كده ده الكوم الأولاني خلص صح؟ نستنى الكوم التاني اللي هنعمله بعد ما نذكر النص اللي هو الجماليات والبلاغة. أنا لسه ما كانش حاجة خالص في البلاغة، بس بعد ما تذكره يعني المطلوب منك إيه ساعتك؟ هتذكر المقدمة الشعر، هتذكر لقب الشعر، هتذكر معاني الكلمات تحفظها زي اسمك، هتقرا الشرح ومناسبة النص، مواطن الجمال هتسيبها لأن احنا لسه ما اتكلمناش فيها، هنيجي في الآخر نتكلم عن التعليق هتذكره. يعني انت هتسيب الصفحة بتاعت مواطن الجمال وتذكر ايه يا شباب؟ ها التعليق. بعد ما تذكروا وتسمعوا الحصة الجاية ان شاء الله، النص نفسه دراسة زي ما قلت. بعد ما تذكروا وتسمعوا الحصة الجاية ان شاء الله نبدأ نعمل عليه تطبيق بلاغة، واحيانا نعمل عليه تطبيق نحوي كمان عشان نمسك نفسنا كده كتاب الامتحان.